بس مثل حاسس انه في شيء بعد معك بالجاكيت؟ لا اكيد؟ ايه ظرف كذا ما معك شيء؟ بيسي بوبي 200 شايف الدعايه مع هضمه؟ ايه شايفهم هول هول الاولاد اللي بيقولوا حتى قاعدين بالجاكيت كمان مركز سرطان لا انا بدي اقول لك شغله عن شفت هاي الدعايه تبع مركز سرطان الاطفال؟ لا ما هو مش معقول انا اهضم دعايه شايفها هول شايفينها ايه واهضم اولاد بالعالم ما شايفها ضروري تشوفها فوت على اليوتيوب ضروري. او شيء ايه ايه بس يعني بيقولوا له ب 200 شو بتعملوا بصير كل واحد اه ايه 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 شفتها واحد بصير يقول له بيشتري بيسي بوبي بيرو لاب وحده قالت بيسي بس انا لانه عرفت انه في المفروض نجي على البرنامج وفي شيء بايدنا ايه لانه بدنا ناخذ شيء معنا بايدنا ايه طبعا بدك تاخذ كيان ايه فلانه مش حلو ناخذ شيء بايدنا نحن ورايحين ومش جايبين شيء بايدنا اكيد 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 وبما انه هذا الدولاب كان حاضر بالبيت ايه بس قيمتك اكيد مش دولاب حلو ولا حرق الدولاب يعني ايه ولاني جيت من الطياره لعندك مباشره يعني ايه. ما قدرت اجيب لك شيء معي ولا همك واحسن ولا همك. ما يقولوا طوني لا يي لا لا ليك فقلت انا اعطيك اياهم كاش شو هذا اه في بدي اظبط الوضع شوف شو بتستحلي اه اوكي خلص هلا الشباب بندبر راسنا في قرشين نضاف هون بقلبه مش كثير يعني. نضاف اه مش كثير نضاف فيني افتحه ولا انه ما بعرف ايه والله في كاش ولو في كاش ليك طوني عن جد جايب كاش ولو لا شو معذب حالك ولو طوني 200 بيسيب هول 200 200 شو بتعمل بال 200 رح اقدمهم لمركز سرطان الاطفال هول باسمك طوني رح يتقدموا لمركز هو باسمك او صاروا هلا باسمك باسم هيدا حكي وطوني خليفة أنطون